ودعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بوضع حد لما اسماه استفادة قلة من معاناة كثيرين. وخلال اجتماع للصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط، أدان البابا فرانسيس التعصب والتطرف باسم الدين، واعتبر أن الوضع الراهن للقدس يجب احترامه بصفتها مدينة مقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين، وجدد تأييده لحل الدولتين كطريقة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.